مرحبا بحضراتكم في اخر فقره المحببه عندي بصراحه انا وكريم. ايه اكتر حاجه فرحتك مع الاهلي؟ نبدا كده بقى علشان عايزين نلحق ناخد اكبر كم. يوسف حسن هو من التوب فانز بيقول تحياتي ليكم، طبعا الاهلي بيفرح كل المشجعين واكتر حاجه فرحتني هو هدف قفشه في الزمالك وبرونزيه كاس العالم. انا اتفق معاك. ظهور الربيع صباح الخير عليكم، تحياتي ليكم، طبعا اكتر حاجه الفوز بالتاسعه وتالت العالم. صالح الجرحي بيقول صباح الفل على احلى قناه واحلى اعلاميين والف سلام عليك يا نهوان. قال هو ايه في الاهلي ما يفرحش؟ وفعلا دي والله صح، هو ايه في الاهلي ما يفرحش؟ اعظم نادي في الكون، لازم يكون كل حاجه فيه تشرف ومصدر فرحه للملايين من عشاقه. بس اكتر حاجه فرحتني هدف قفشه في النهائي وهدف القناص في نهائي البطوله العربيه، اهلاوي حتى النخاع. عادل عبد بقى بيقول في عز زعلنا من الاهلي في بعض الاحيان بنكون فرحانين لاننا بنعلم جيدا ماذا يمثل لنا هذا الكيان وهذا الصرح العظيم على الحلوه وعلى المره معاه. فرحنا ان ايه فرحنا فرحنا ان الجيل الحالي استطاع ان يسجل اسمه في تاريخ الانجازات في النادي بالثلاثيه، ده مظبوط، وبرونزيه العالم للانديه، ومازال امامه الفرص لحصد المزيد ان شاء الله يا رب. كريم السيد عمار بيقول الاهلي هو مصدر السعاده والفرحه علينا دايما، الاهلي كل ما بيكسب كل ما بيفرحني، وفعلا انك تكون اهلاوي دي نعمه. وصباح الخير عليكم، صباح الفل يا عم كريم. محمود المصري بيقول اكتر حاجه فرحتني هي انشاء قناه النادي الاهلي عشان من خلالها بنشوف ناس محترمه. اشكرك يا استاذ محمود. ده كلام جميل بقى، ده كلام حلو بقى، ابتدى الكلام يحلو. في بقى عنصر نسائي اهو اخيرا، احب العناصر النسائيه تشاركنا كمان. شهد الشريف بتقول هو ايه اللي ما يفرحش في الاهلي؟ صح يا شهد. ابراهيم المصري صباح الخير والفل والياسمين، كل حاجه حلوه على اسره القناه والاهلي، طبعا الاهلي كله بيفرحني. عمر مصطفى بيقول الاهلي سبب السعاده، واسلام تايسون بيقول يكفيني ان انا اشوف الاهلي بس بفرح، بس لحظة قضية قفشة وبطوطه قدام الغريم التقليدي أنا بكيت من الفرحة وفضلت أجري في الشقة ما عرفتش أنا رايح فين، بس بجد فرحة عمرها ما هتتنسي. الأهلي مش مجرد نادي، الأهلي حياة. بص الجول ده خلاص التاريخ هيسجله، يعني ده خلصت كده وهيفضل مرتبط بقفشه، يعني قفشه اسمه اتحفر في التاريخ خلاص. صحيح. بالجول اللي حصل، فانا بتفق معاك جدا. والنقطه كمان اللي قال لك الاهلي سبب السعاده صحيح، فاكر احنا كنا بنقعد نقول 2020 تحديدا الاحداث والكورونا والكوفيد والتوقفات والامراض وبنسمع ناس بتموت و بس الحمد لله كان 2020 بصراحه وشها على النادي الاهلي كويس جدا. فيا رب مزيد ومزيد كمان من السنين اللي جاية. نروح لمحمود زغلول، اكتر حاجة فرحتني هدف قفشة في الزمالك وتالت العالم في المونديال. محمد رأفت نهائي دوري الابطال مع الزمالك ابتلي فيه اجماع. اسامة راضي طول عمره مفرحني. علي سنوسي بيقول مجرد اسمه يفرح. اكرامي المصري بيقول التسعة، واحمد الديب بيقول القضية ممكن. هاني دعشوش، على فكره هاني دعشوش بيعمل دايما كومنتات انا فاكره اسمه. يا اهلي يا قطب يا بيت الادب، فيك المعاني الحلوه السمات للابد، عشان اصيل عشت كبير يا نادي القيم والتعليم. حلوه حلوه. احمد علي الاهلي. ابراهيم عبيد تحياتي ليكم، الاهلي نادي كبير وحلو واي حد بيتفرج عليه بيفرح، ومهاجمين حلوين. ومصطفى جبر بيقول الف سلام عليك يا نهوان. الله يسلمك، بص الجمال والله العظيم. ناس جميلة فعلا. بسلم كل الناس زي ما قلت، والله الواحد حاسس انه عي وسط اهله. صحيح. طبعا ما تعي بس وسط اهلك. طبعا. هم فعلا خايفين عليك، عايزينك تبقى احسن. اشكركم جدا والله. ايه الاسم ده بقى؟ نهى سعد. اكتر نهى عنصر نسائي تاني. اكتر حاجه فرحتني في حياتي كلها القضيه ممكن، ربنا يدمها لينا افراح. صح يا نهى. عبد الحميد الحوفي بيقول التاسعه بين قوسين المزدوجه، يا لها من بطوله بعد طول انتظار، وطعمها انها من الغريم التقليدي للزمالك. زين صالح سبب الفرحه كله اهلاوي. ويوسف حسن بيقول تحياتي ليك يا كريم وتحياتي ليك يا نهواند، طبعا الاهلي بيفرح كل جمهوره على طول، واكتر حاجه فرحتني هي هدف قفشه في الزمالك وبرونزيه كاس العالم. وليد سيد حاجات كتيرة جدا للأهلي دايما مفرحنا وفرح جمهوره في كل المحافل والدولية، المحافل الدولية يعني، وعلى الحلوة والمرة معاه. وجيه خطاب كل عام وأنتم بخير وسعادة يا رب، الأهلي فرحتنا وسر سعادتنا كلنا. ومروان ساهر بيقول صباح الخير عليكم، بحبكم جدا، طبعا أكتر حاجة القضية ممكن وبرونزية العالم.
مروان ساهر، صباح الخير عليكم، بحبكم جدا والله، واحنا كمان اكتر حاجه القاضيه ممكن وبرونزيه العالم. لا ده اجماع تاريخي. محمد حماده، السؤال ايه اللي ما يفرحنيش في الاهلي؟ الاهلي بالنسبه لي حياه، مش مجرد نادي بنشجعه، والحمد لله على نعمه الاهلي. القاضية ممكن من محمد الأهلاوي، وختاما من مصطفى بيقول كتير أساسا اسمه يتقال كده قدامك الأهلي يفرح. أنا بتفق معاك جدا، وعايز أقول لك بقى حاجة يا كريم، يعني أنا سعيدة إن اولا في تفاعل بشكل كبير. انا عايز اقول لحضراتكم برضو ده جزء من اللي بيتبعت، لان احنا كنا عايزين على قد ما نقدر نعرض. ولكن طب احنا بقى اقول لك على حاجه تانية، صحيح ممكن ان في اجماع كبير جدا، انا بقى عايزه ان احنا نعمل الفائز في الموضوع هو بتالي قفشه. النهارده على الاقل في التعليقات دي هو قفشه. برافو يا قفشه، اذا سيد برافو يا قفشه، هو سيد الموقف النهارده. النهارده قفشه، وبنبارك لابننا قفشه. النهارده الاجماع ان اللي بيسعد الاهلي هو قفشه، سواء بالجول بتاعه او بالبطوله يعني. فتحية كبيرة لقفشة، وهو فعلا كان متألق بشكل كبير جدا الموسم ده تحديدا. وعايزة أقول لك على حاجة، يعني ناس كتير قعدت تقول لا قفشة مستواه مش عارف إيه في الماتشات الأخيرة، يا جماعة شيء طبيعي، زي ما كابتن عادل دلوقتي كل النقاد الرياضيين وكل الناس يعني متعمقة بتتكلم إن مفيش حد مستواه بيفضل على طول مرتفع، ومفيش فريق على طول بيكسب. يمكن في الفترات الأخيرة كمان إحنا شفنا حاجات غريبة السنة اللي فاتت تحديدا، يعني فرق قوية جدا، مش بتكلم بس حتى في داخل سواء في الدوري الانجليزي او الاسباني. يعني هقول لك على سبيل المثال اللي حصل مع برشلونه ده كان طبيعي؟ لا طبعا. ففي حاجات ولا اللي بتقول على طبيعي يعني مؤخرا برضو عندهم عقوبات كتير، ولكن احنا دايما لازم نكون يعني في ظهر الاهلي وفي ظهر فريقنا، وواثقين في المدير الفني بتاعنا، وواثقين اكيد في اللعيبه قبل كل شيء. فان شاء الله كده الفوز يكون، ونرجع يوم الاحد بقى يا رب على خير، صباح النصر. ايوه الجمله اللي بنستناها كلنا. بنشكر حضراتكم على حسن المتابعه حلقه النهارده، حلقه نهايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي. ان شاء الله يتجدد اللقاء يوم الاحد، وحلقه جديده من البرنامج صباح الكل عليكم.